لواطة للشام خلف ساحة العباسيين. من كانوا جنود الأسد؟ أحد أبطال لواطة للشام. كانوا جنود الأسد بهاي؟ لما انحصرناها حاولوا يتسللوا من الخلف، كانت إحدى المجموعات بالخلف وقد تم قتلهم، تم أسر من أسرنا. الحمد لله. الله أكبر. مبنى الصلاة الرياضية بخلف ساحة العباسيين بعد أن تم السيطرة عليهم قبل الرجال الجيش الحر لواء تحرير الشام. الله أكبر. هذا هي مبنى الصلاة الرياضية بخلف ساحة العباسيين.